السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر المتقدم. براجع معاكم هيكل الفيزياء، وأنا عارف إنه متأخر جدا وأنا مقصر معاكم جدا الترم دوت، بس التمسوا لي العذر لظروف نفسية سلبية جامدة جدا كنت بمر بيها وما زلت خلال هذا الترم يعني. وإن شاء الله أتمنى يعني على الترم الجاي الأمور تبقى أفضل وأبدأ معاكم ونتابع تاني والقناة تبقى شغالة باستمرار. وطبعا دي قناتكم وبتكبر بمجهودكم انتم وموجود فيها شرح المادة من سنوات. نبدأ في السؤال الأولاني. السؤال الأولاني بيقول لي solve a problem related to how charge is conserved. يعني ايه charge is conserved؟ احنا عارفين طبعا ان الجسم بيشحن اما عن طريق ان هو يكتسب الكترونات او يفقد الكترونات. لو اكتسب الكترونات يبقى شحنة الجسم نيجاتيف سالب، ولو فقد الكترونات يبقى شحنة الجسم بوزيتيف. الجسم لو فقد هيرمي الالكترونات في الشارع؟ لا، هذه الالكترونات بتروح لجسم تاني بحيث تكون الشحنة الابتدائية الكيو انيشال لازم تساوي الكيو فاينل. هذا هو الايه، التشارج كونسيرفد او كونسيرفيشن اوف التشارج. يبقى انا عندي التشارج هذه اللي هي اسمها كيو، خدت انت ثلاث قوانين اي في تي. كيو اللي بتتقاس بالكولوم، واحد كولوم يساوي الاي اللي هي الكرنت او التيار اللي بيتقاس بالامبير، واحد امبير ضرب التايم اللي بيتقاس بالثانيه ضرب ثانيه، يبقى الكولوم يكافي امبير في ثانيه. وخدت كمان ان الكيو بتساوي ان في اي، ان اللي هو عدد الالكترونات الذي يفقد او يكتسب، الاي الشحنه الاساسيه او الاليمنتري تشارج اللي قيمتها 1.6 تايمز 10 تو ذا نيجاتيف 19. ودرست كمان ان الكيو بتساوي اي مضروبه في ان بي ناقص ان اي. مين ال ان بي؟ عدد البروتونات. مين ال ان اي؟ عدد الالكترونات. يبقى الثلاث قوانين اللي قدامك دول تقدر تحسب من خلالهم قيمة الشحنة حسب المعطيات اللي عندك في المسألة. خلي بالك ان الجسم لو فقد 10 الكترونات لازم في حاجة تانية اكتسبت هذه ال10 الكترونات. show that its charge are quantized، ان الشحنة مكمأة. يعني ايه مكمأة؟ يعني الجسم ما ينفعش يفقد او يكتسب كسر من الالكترونات، لازم يكتسب او يفقد عدد صحيح. بمعنى ايه؟ لو قال لي ان انا عندي جسم فقد 2 في 10 أس سالب ب2 الكترون، اقول له الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان ده يعادل او يكافئ 0.02 الكترون. هل ينفع الجسم يفقد او يكتسب 0.02 من الالكترون؟ لا، ما ينفعش. انما لو قال لي ان هذا الجسم فقد او اكتسب 2 في 10 أس 2، اقول له اه اوكي دي جميلة اوي. ليه؟ عشان هتبقى 200. ممكن يفقد او يكتسب 200 الكترون، ده المقصود بيها quantize. بيقول لك solve a problem related to how a charge is quantized، ومديك المثال 1.1 في الكتاب. وطبعا ده مثال كبير فانا قسمته الى كذا جزء، وتعال نشوف مع بعض المثال. المثال بيقول لي if we wanted a block of iron of mass، الماس اللي هي الكتلة، طبعا الكلام مكتوب بالعربي اهوت للناس اللي عايزة تقرا بالعربي، قالب حديدي كتلته كذا، يراد شحنه acquire a positive charge، charge اللي هي كيو. how many electron are removed؟ طبعا عشان يتشحن شحنة موجب لازم نشيل الالكترونات. how many charge are removed from a block to gain this charge؟ لسه قايلين حالا ان ال n عدد الالكترونات هيساوي كيو على اي. انت ما قلتش كده، انا قلت لك كيو بتساوي ان في اي، هو نفس القانون. ده عدد الالكترونات اللي احنا المفروض نشيله، وي كان ريموف ات عشان يبقى مشحون بهذه الشحنة، يعني هيساوي 0.1 قسمة 1.6 ضرب 10 أس سالب 19. 0.1 على 1.6 ضرب 10 أس سالب 19، سالب 19 مش موجب 19، يطلع 6.25 × 10^17 إلكترون. ده عدد الإلكترونات اللي هو we can remove it. ليه؟ عشان يكتسب هذه الشحنة البوزيتيف. نفس السؤال copy وبست، بس المرة دي طلبنا حاجة غير. قال لي calculate the total number of electron in this block، عشان تجيب عدد الإلكترونات الكل في هذا القالب بيساوي الكتلة mass بالجرام مضروبة في عدد أفوجادرو مضروبة في الاتوميك نمبر او العدد الذري قسمة المولر ماس او العدد الكتلي.
طب أنا عندي كتلة بالكيلو جرام، إزاي أحول من كيلو جرام لجرام؟ أيوة، أضرب في 1000 أو أضرب في 10 أس 3، يعني لما أجي أعوض هشيل إم أخليها 3.25 تايمز 10 تو باور 3 أو 1000، أدي كتلة بالجرام. عدد أفوجادرو ثابت هيجيلك في الامتحان 6.022 ضرب 10 أس 23. العدد الذري برضه هيديهولك بتاع الحديد أو الأيرون اللي هو 26 قسمة العدد الكتلي للحديد اللي هو 56. وبالآلة اللذيذة بتاعتك تقدر تعمل 3.25، اضغط هنا أحسن واضرب 3، طبعا في شرطة كسر، ضرب 6.022، اضغط هنا اكتب 23، ضرب 26، انزل تحت واعمل 56 وشوف الانسر 9.08 في 10 اس 26، 9.09 9.08 في 10 اس 26 بعد ما عملنا الراوندنج. نفس السؤال احنا قلنا ان احنا قسمناه، احنا كده جبنا عدد الالكترونات الذي يفقد عشان تكتسب هذه الشحنة وعدد الالكترونات الكلي في هذه العينة من الحديد. الجزئية الثالثة في نفس السؤال بيقول لي calculate the percentage of a lost electron، يعني عايز نسبة من عدد الإلكترونات الذي فقد على عدد الإلكترونات الكلية. أقول له سهل جدا، يبقى دي النسبة هتساوي عدد الإلكترونات الذي فقد اللي احنا جبناه فوق كان 6.25 على ما أتذكر في 10 أس 17 على عدد الإلكترونات الكلية، لا ده أنا مش متذكر، نشوفه كده 9.09 في 10 أس 26، 9.09 ضرب 10 أس 26 دي النسبة اللي هو عايزها، عدد الإلكترونات اللي هو we remove it على التوتال نمبر بتاع الإلكترونات اللي موجود في هذه العينة. وبالتك اللذيذة تقدر تعمل 6.25 في 10 أس 17 قسمة الأنسر اللي هو الرقم ده اللي لسه متخزن، يطلع 6.9 في 10 أس سالب 10 أو سالب 11 كانت مكتوبة، خليها سالب 10. طبعا ما تحفظش الأنسرز، يعني تحفظ طريقة الحل. يعني في سؤال كمان بيقول لي إيه، بيقول لي a charged particle contain 3 times 10 to power 9 protons and 5 times 10 to the power 9 electron. هذا العدد من البروتونات، يعني إيه دوت يا مستر؟ دوت ال NB، وهذا العدد من الإلكترونات اللي هو NA. What is the charge of the particle، شحنة الجسم ده إيه؟ خدنا الشحنة بتساوي ايه، الشحنة الأساسية في ان بي ناقص ان اي، وعوض يا ريس 1.6 تايمز 10 تو باور 19، عدد البروتونات 3 في 10 أس 9، عدد الإلكترونات 5 في 10 أس 9، وبالآلة اللذيذة بتاعتك 1.6 في 10 أس سالب 19، افتح قوس 3 في 10 أس 9 ناقص 5 في 10 أس 9 يساوي سالب 3.2 في 10 أس سالب 11، 10 أس سالب 11، أنا معرفش فيه رقم كده ضايع مننا ولا فيه إيه بالظبط، الآلة كده كاتبين صح؟ كاتبين صح، ولو في غلط في الأرقام أنت تلتمس لنا الإيه؟ العذر. السؤال اللي بعديه بيقول لي هل يمكن، نقرا بقى شوية عربي عشان إيه؟ الجماعة بتوع العربي ما زالوش، هل يمكن أن تكون هذا المقدار شحنة محتملة لجسم ما؟ Is this number possible to be a charge؟ هقول له تعالى نتأكد، لازم إن ده يبقى عدد صحيح، يعني عدد صحيح مش كسر مش جزء من 10، يبقى ال N بتساوي الشحنة على ال E. اكتب الرقم اللي مديهولك اللي هو 7.2 10 أس سالب 19 قسمة 1.6 في 10 أس سالب 19 بالآلة الحاسبة بتاعتك أهوت 7.2 في 10 أس سالب 19 على 1.6 في 10 أس سالب 19 يطلع 9 على 2 يعني 4.5. عارف يعني إيه؟ هل ينفع الجسم يفقد 4.5 إلكترون؟ لا. هل ينفع جسم يكتسب 4.5؟ لا طبعا. يبقى no because the charge is quantized، لا عشان الشحنة مكمل. السؤال اللي بعديه بيقول لي what is the charge of a particle that has lost، lost طالما lost فقد يبقى معنى كده ان هو لازم يكون positive charge، يعني شو يكون شحنة موجب. تمام، فقد هذا العدد من الالكترونات،
يبقى نرجع للقانون بتاعنا اللي هو كيو بتساوي ان ضرب ايه، يعني هتساوي ان اللي هو الرقم دوت 3.5 تايمز 10 باور 5 ايه 1.6 × 10 اس سالب 19. طلع الشحنة وشوف الناتج، اياك يكون مظبوط ما يكونش فيه اختلافات في الارقام. 5.6 × 10 اس سالب 14، وليه موجب؟ قلنا عشان لاست او فقد هذا العدد من الالكترون. السؤال اللي بعديه بيقول لي rubbering a rod of plastic with a piece of wool. تمام، عندي ساق بلاستيك دلكناها بقطعة من الصوف، and the piece of wool لوزد هذا الرقم من الالكترون، يعني الصوف هيبقى ايه؟ الصوف هيبقى موجب. طب هذا العدد من الالكترونات ضاع في الشارع؟ اكيد لا، اكيد راح للساق هذه الرد، and become charged. The charge of the rod، الساق هذه اكتسبت الكترونات، يعني لازم تكون شحنتها سالبة. يبقى هذه الشحنة بتاعت الساق او الرد لازم تكون شحنة سالب. ليه سالب؟ عشان اكتسبت الكترونات من قطعة الايه، من الصوف، ضرب ان في ايه، يعني هتساوي سالب الان اللي هو عدد الالكترونات اللي اكتسبتها، 8 × 10 أس 20 ايه اللي هي 1.6 × 10 أس سالب 19. استخدم الآلة الحاسبة، سالب 8 × 10 أس 20 في 1.6 × 10 أس سالب 19 يطلع سالب 128 كولوم. ده مقدار الشحنة بتاعت الإيه؟ الساق. طب لو طلب مقدار الشحنة بتاعت الول هتبقى موجب 128 كولوم، عشان احنا قلنا ان الشحنة مكمأة او الشحنة محفوظة. الجزء الثاني بيتكلم عن ايه؟ distinguish between conductor, non-conductor, insulator, semiconductor and superconductor. اكتب معايا الكلام اللي بقوله لو انت عايز تراجع. الكونداكتور اللي هي الموصلات طبعا تحتوي على بعض الالكترونات الحرة عشان تقدر توصل التيار الكهربي او عشان تنتقل الشحنات من خلالها بحرية وبسهولة. زي ايه الكونداكتور؟ حديد، ألمونيوم، نحاس، فضة، ذهب، أحمدك يا رب، أي حاجة من الحاجات دي. النان كونداكتور العوازل، المواد غير الموصلة اللي بيسموها الانسيوليتر، هذه لا تحتوي على الكترونات حرة. اللي تشارج cannot move freely in this material، ما تقدرش الشحنات تتحرك بحرية في هذه المواد. السيمي كوندكتور أشباه الموصلات بين البنين ما بين الكوندكتور والنون كوندكتور. السيمي كوندكتور زي السيليكون والجرمانيوم. السيمي كوندكتور في منها نقي وفي منها غير نقي. نقي بتبقى كل الذرات من نفس النوع، الغير نقي بيتم تطعيمها إما بمانحات إلكترونات وتسمى N تايب، أو بالبي تايب اللي بتكون الشحنة البوزيتيف هي الأساس. السوبر كوندكتور دي بقى المواد الموصلة فائقة التوصيل، بس دي بتشتغل عند درجات حرارة منخفضة جدا جدا جدا، زي سبيكة النيوبيديوم تقريبا، أنا بنطق الاسم صح أو غلط مش متذكر. الأسئلة اللي بتيجي بهذا الشكل بيقول لك أي العبارات التالية صحيحة عن التوصيل؟ أنت عارف خصائص التوصيل، تعتبر الفلزات موصلات جيدة طبعا. العوازل، المادة العازلة لها مقاومة متدنية؟ لا طبعا، لها مادة لها مقاومة كبيرة جدا. يعتبر السيليكون والجرمانيوم المواد فائقة التوصيل؟ لا، دي من أشباه الموصلات. تكون المقاومة الكهربائية للموصلات فائقة التوصيل تساوي صفر عند درجة حرارة الغرفة؟ لا، عند درجات حرارة منخفضة جدا، وممكن تقرأ بالإنجليش أو بالعربي زي ما أنت عايز. نفس السؤال جه في سنة تانية بصيغة أخرى، أي العبارات التالية صحيحة عن التوصيل؟ وكان كاتب لي هنا تعتبر المقاومة الكهربية للموصلات فائقة التوصيل تساوي صفر عند درجات حرارة منخفضة جدا. طبعا صح، تعتبر الفلزات موصلات رديئة. الفلزات موصلات رديئة؟ لا طبعا، دي موصلات جيدة للكهرباء. العوازل لديها مقاومة كهربية متدنية؟ لا، مقاومة مرتفعة جدا. تعتبر السيليكون والجرمانيوم من أشباه من مواد فائقة التوصيل؟ لا، من أشباه الإيه؟ الموصلات. يبقى أي من التالي صحيح؟ أكيد الأولى ديت، كل مرة بس بيغير حسب الإيه؟
الظروف. نفس السؤال جه تاني: which of the following are material that have R equal to zero؟ أنهي مادة من دول اللي مقاومتها بتساوي صفر؟ أكيد الإيه؟ السوبر كوندكتورز أو المواد فائقة التوصيل. السؤال رقم ثلاثة بيقول لي: describe the charging of an electroscope by contact and by induction. عارفين طرق الشحن، contact يعني التوصيل أو التلامس، induction يعني الإيه؟ الحث. أفكرك لما كان عندي ساق سالبة مثلا ولمست جسم غير مشحون ومعزول، يعني إيه معزول؟ الشحنات ما بتهربش للأرض، بتنتقل بعض الشحنات من الساق إلى هذا الجسم، وبعدين لما نبعد الساق ونشيلها هلاقي إن الجسم تم شحنه بشحنات سالبة، وده طريقة الكونتاكت أو التلامس. يشحن الجسم بنفس نوع شحنة الساق اللي تم شحن بيها، لو ده موجب برضه بيشحن إيه؟ موجب. الحث أو الإندكشن دي كانت بتتم على مراحل، الحث كان بيتم على مراحل، كانت أول مرحلة التقريب عشان نفصل الشحنات عن الجسم. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني بقرب جسم مشحون من جسم غير مشحون، بنقرب بس بيحصل فصل للشحنات، الموجب بيتقفش ما يقدرش يتحرك، والسالب بيروح بعيد. دي الخطوة الأولى. الخطوة التانية كانت اسمها التأريض. يعني إيه التأريض؟ بنوصل بالأرض، grounding، أوصل هذا بالأرض. ليه أوصله بالأرض؟ عشان أتخلص من الشحنات المشابهة لشحنة الساق. يبقى الساق ما زالت موجودة، شحنتها ما نقصتش خالص، وبعدين وصلت ده بالجراوندنج، العلامة ديت، كل الشحنات السالبة اللي هنا هتروح، هتختفي، ويبقى الإيه؟ الموجب. الخطوة رقم ثلاثة كانت فصل التأريض. يعني إيه فصل التأريض؟ أشيل التوصيل بالأرض في وجود هذا المؤثر، خلاص كده ما بقاش في شحنة سالب موجودة على الجسم، بقى كله موجب بس، كله بقى موجب. الخطوة الرابعة: إبعاد الساق، إزالة الساق المشحونة، بالتالي هذا الجسم الموصل تم شحنه بشحنة معاكسة لشحنة الإيه؟ الساق. يعني الساق أنا بدأت بسالب، انتهى هذا الجسم بإيه؟ بموج. زي السؤال اللي موجود عندك بيقول لك: إذا قربت الشحنة الموجب هذه، من الصفيحة الموصلة المتوصلة بالأرض، طبعا الموجب هتمسك هنا سالب، مش هتقدر تتحرك. طب الشحنات الموجب اللي كانت موجودة هنا اختفت، اختفت ازاي؟ ما تشغلش بالك، عشان متوصلة بالأرض، خلاص؟ لو عايز تقول بقى إن الإلكترونات جت من الأرض وعدلتها، أوكي مفيش مشكلة. كما بالشكل، ما هي شحنة الصفيحة؟ ما الشحنة بتاعت هذه بعد فصل التأريض؟ فصل التأريض حتى لا تعود الشحنات التي اختفت. طبعا الشحنة الموجب اختفت، مش هترجع تاني خلاص، الموجب اللي كان هنا. ثم إبعاد الشحنة، يبقى هذه الصفيحة تم شحنها بشحنة سالبة عكس الشحنة اللي كانت موجودة. السؤال اللي بعديه: تم تقريب ساق مشحونة بشحنة سالب، أدي الساق المشحونة بشحنة سالب، من كشاف كهربي متعادل، فتباعدت الورقتان، صح؟ عشان الموجب طلع فوق والسالب نزل تحت. ما نوع الشحنة الموجودة على الورقتين؟ نيجاتيف تشارج أو شحنة سالبة. السؤال اللي بعدي: قربت ساق مشحونة بشحنة غير معلومة، هذه الشحنة مش عارفينها موجب ولا سالب، من قرص كشاف موجب الشحن، يعني اوريدي الكشاف ده كان موجب، فزاد التباعد. عارف لما يزيد التباعد يبقى شحنة الساق زي شحنة الكشاف، يعني الساق كانت ساق موجب. السؤال اللي بعديه بيقول لي: قربت ساق مشحونة بشحنة سالبة، آدي ساق مشحونة بشحنة سالبة، من موصل متصل بالأرض، آدي الموصل متصل بالأرض بدون أن يحدث تلامس. هتقول لي: يا مستر دلوقتي الموجب هنا والسالب اختفى خلاص. خلي بالك، ما نوع الشحنة على الموصل بعد إبعاد الساق؟ أنا شلت الساق هذا الأول، هل إحنا أزلنا التأريض؟ لا، ما أزلناش التأريض. يعني معنى كده الشحنات اللي اختفت، السالب اللي اختفت، هتقدر ترجع تاني؟ أيوة طبعا ترجع تاني. ما ترجعش ليه؟ ما الحاجة اللي كانت بتخوفها خلاص اتشالت. طب لما ترجع الشحنات السالبة تعمل إيه؟
تعادل هذا الجسم ويصبح نيوترال أو يصبح غير مشحون. السؤال اللي بعديه، افترض أن هناك جسم فلزي متعادل الشحنة، إحدى طرق إكسابه شحنة موجب، عايزين نشحنه موجب، طبعا انتزاع بعض الإلكترونات، ما ينفعش أضيف إلكترونات، لو أضفناه يبقى الشحنة سالبة، إضافة بعض الذرات كلام أي تأليف، قطع جزء من الجسم كلام برضو إيه. في الشكل المجاور قربت شحنة سالب، السالب هتمسك في موجب في البداية كده، أوكي، من لوح فلزي غير مشحون عند فتح المفتاح، يعني لن تعود الشحنات. أنهي الشحنات التي لا تعود؟ الموجب اللي كانت موجودة اختفت، ثم إبعاد الشحنة، يعني قصدي الحين لما نيجي كده، عشان أنا قلت كلام مش مظبوط، هنا عند فتح المفتاح حتى لا تعود الشحنات اللي اختفت. مين الشحنة اللي اختفت؟ الشحنات السالبة اللي تشبه هذه اختفت، خلاص ما فيش سالب هيرجع، شيلنا دي بقى خلاص. مين اللي تم على اللوح؟ الشحنة الموجب، يشحن اللوح شحنة موجبة. السؤال اللي بعديه، في الشكل المجاور قربت ساق موجب من قرص كشاف من غير أن تلمسه عند قطع اتصال الكشاف بالأرض، قطع الاتصال يعني الشحنة اللي اختفت مش هترجع. مين اللي اختفى من هنا؟ اللي اختفى من هنا الموجب اللي زي الساق، الموجب اختفى، يبقى الشحنة الايه؟ السالبة هتبقى موجودة فين؟ موجودة على الكرة وعلى الموصل، يعني يشحن كل من الكرة والموصل بشحنة سالبة. سؤال حليناه من شوية، من إحدى طرق إكساب الجسم شحنة سالبة، المرة اللي فاتت كان شحنة موجبة، شحنة سالبة، يبقى انتزاع إلكترونات ولا إضافة إلكترونات؟ إضافة إلكترونات إلى الجسم. السؤال الرابع والعاشر والأربعتاشر بيقول لك أبلاي كولومز لو، طبق قانون كولوم. متهيألي قانون كولوم أنت حافظه زي اسمك، اللي هو إيه؟ F بتساوي K مطلق Q1 Q2 على R تربيع، بنعوض بقيمة الشحنة الموجبة بس القيم، مش بنعوض بنوع الإشارات، وكده ثابت كولوم 9 × 10^9، والآر المسافة بين الشحنتين، والإف هي القوة. Apply Coulomb's law to relate the magnitude of the electrostatic force, the charge magnitude of the pair of مش عارف مين، الكلام ده كله بيقول لك بقى الإكزامبل 1.2 صفحة كذا، solve the problem 1.1 والأمثلة هذه اللي موجودة، تعالى نمسك واحد واحد. بالنسبة لمثال 1.2 موجود عندك بالعربي وموجود عندك بالإنجليزي، اللي أنت عايزه شوفه وحل بيه. لما نيجي نقرأ كده بالإنجليش بيقول لي What is the magnitude of the electrostatic force؟ عايز قيمة القوة بتساوي كام؟ That the two protons، two protons يعني الكيو الأولاني هو نفسه الكيو الثاني بتاعت البروتون، 1.6 × 10^19 كولوم. Inside the nucleus of helium اللي موجودين داخل ذرة الهيليوم، atoms exert on each other، وقال لي إن المسافة بين الاتنين بروتون 2 × 10^15، يعني تعويض مباشر F بتساوي K اللي هو 9 × 10^9، Q1 و Q2 اللي هو 1.6 × 10^19، بدل ما تكررها مرتين خليها تربيع، على المسافة تربيع، ما تنساش التربيع، 2 × 10^15 تربيع. تستخدم الكالكوليتر بتاعك، 9 × 10^9 في 1.6 × 10^19 تربيع على 2 × 10^15 تربيع، يساوي هذا الرقم 57.6 نيوتن. في نفس السؤال وعبارة عن المسألة الأولى والمسألة الثانية، مسألة رقم واحد ومسألة رقم اتنين، بيقول What is the magnitude of the electrostatic force؟ عايزين برضو القوة بتساوي كم؟ ما بين الجولد نيوكليوس أو نواة ذرة الذهب، النواة فيها عدد كتير من البروتونات، عشان أجيب الكيو بتاعت النواة هتساوي N عدد البروتونات في إيه؟ And the electron، هذه Q1 اللي هي N في إيه؟ Q2 بتاعت الإلكترون سالب 1.6 × 10^19. The gold atom, the electron of the gold atom in the A orbit with the radius, radius اللي هي ال R. تاني يا شباب، يبقى ال Q1 بتاعت النواة هتساوي عدد
البروتونات اللي هو ايه اللي الاتوميك نمبر 79 مضروبة في 1.6 في 10 أس سالب 19، ده الكيو، يبقى 79 في 1.6 في 10 أس سالب 19، 1.264 في 10 أس سالب 17 كولوم. الشحنة التانية بتاعت الإلكترون سالب 1.6 10 أس سالب 19، هل هنعوض بسالب؟ لا طبعا. يبقى القوة هتساوي كي 9 في 10 أس 9 كيو 1 اللي احنا طلعناها 1.264 10 أس سالب 17، كيو 2 مش عوض بالسالب 1.6 في 10 أس سالب 19. قسمت المسافة اللي مدهالنا تربيع 4.88 10 أس سالب 12 تربيع. الآلة الحاسبة 9 في 10 أس 9 1.264 10 أس سالب 17 1.6 في 10 أس سالب 19 قسمة 4.88 سالب 12 تربيع. يطلع هذا الرقم، دوس اي ان جي وتحرك دي مرتين وتعمل هنا زائد 2، يعني 7.6 في 10 أس سالب 4 نيوتن. ده كده الايه القوة. السؤال التاني قال لي بتاعت الكرتين المعلقتين دول، الكرتين المعلقتين دول في قانونين بتحل بيهم المسألة مع بعض. القانون الأولاني اللي هو R المسافة بين الشحنتين بتساوي 2 L ساين ثيتا، R المسافة بين الشحنتين، L اللي هو طول السلك ده، طول الواير ده، يبقى ده القانون الأول. القانون التاني M G تان ثيتا تساوي K Q سكوير على R سكوير، ده القانون التاني عشان نحل أي مسألة زي كده وأنت مغمض وريح راسك زي ما بيقولوا يعني، لأن كل ده اختار من متعب. أوكي، تعالوا نشوف المسألة بتقول إيه. بيقول لي two identical charge ball hang from the ceiling by insulating rope، ومدينا ال L، الحمد لله. طب مديني ال L، أوكي، وال charges 25 مايكرو، مايكرو يعني أضرب في 10 أس سالب 6 المايكرو. is applied to each ball then the two ball hang at rest and each supported rope with هذه الانجل، بس لازم تكون الانجل دي زي ما هو رسمها كده مع الايه مع محور واي، دي الانجل مظبوطة 100%. what is the mass of each ball، الماس اللي هي الام. تعالى يا عم نحل المسألة في خطوتين زي ما احنا متعودين، هدوس واحد واثنين. خطوة رقم واحد نجيب المسافة، سميها R سميها دي زي ما تحب، تساوي اتنين، الطول 1.5، ساين الزاوية كم؟ 25، يساوي اعد الآلة بتاعتك، يبقى اتنين في 1.5 ساين 25، وتأكد إن الآلة بالديجري يطلع 1.267. خليها 1.27. استخدم الانسر في التكملة. خطوة رقم 2 ام جي تان سيتا، يعني ام ضرب جي اللي هي 9.81 مضروبة في التان بتاعت الزاوية سيتا اللي هي 25 هتساوي كي 9 في 10 اس 9 كيو تربيع 25 في 10 اس سالب 6 تربيع قسمة مين؟ ال R تربيع اللي هي الانسر تربيع 1.27 تربيع. ده كده ال A. عندك كم مجهول؟ عندك واحد بس. في حبايبنا اللي بيحبوا الطريقة بتاعت شيفت سولف، اوكي، عايز تاخد دول وتحطهم تحت هنا، اوكي، اي حاجة مش، فانا هعوض بالطريقة اللي هي العادية. انا عندي هنا كده 9 في 10 اس 9 في الشحنة اللي هي 25 في 10 اس سالب 6 تربيع، قسمة الانسر بتاعي تربيع اللي في الآلة الحاسبة مضروب في ايه؟ جي اللي هي 9.81 مضروبة في تان 25 يساوي 0.76 كيلوغرام. كده قيمة الماس، لو في خطأ في الحسابات راجعها معي. طبعا المسألة ديت قايل لك في الكتاب برضه صفحة مش عارف ايه، زيها بالظبط كوبي وبيست، انت تدرب عليه. المسألة دي جت في الامتحان مش عارف السنة اللي فاتت ولا اللي قبليها، كل التركية اللي فيها ان هو كان مديله الزاوية دي كلها، احنا سيتا اللي بنعوض بيها نص دي بالظبط، هاي سيتا، يعني كأن سيتا بتساوي كام؟ 20 درجة.
وبقية الحاجات نفس الطريقة نفس الطريقة. In the figure show the two identical positive charge hanging from the ceiling while insulating a massless ايكون مش عارف ايه. What is the charge؟ اللي charge عايز الكيو. خلاص سهل، خلي بالك مديني ال L وجبنا الزاوية 20، يعني الخطوة رقم واحد هنجيب ال R هتساوي 2L ساين ثيتا، يعني هتساوي 2 في 1 متر ساين 20. بالآلة الحاسبة بتاعتك تجيب ال R 2 ساين 20 يساوي 0.684. خطوة رقم 2 ام جي تان ثيتا يساوي ك كيو تربيع على ار تربيع، وتعوض الايه المسألة اللي قايل عليه. ام مديهالك بنص ضرب، مش ضرب، هي بالكيلو جرام، خلاص نص ضرب 9.81 مضروبة في التان بتاعت الزاوية 20 هتساوي 9 في 10 أس 9، وبعدين الشحنة اللي معرفهاش تربيع على المسافة 0.684 تربيع. إما بطريقة الشيفت سولف، أو أنا هضرب هذا في هذا وأقسم على ده تحت الجذر. يبقى أنا هاجي دلوقتي كده شرطة جذر وأكتب هذا الكلام اللي هو نص في 9.81 تان 20 مضروبة في الأنسر بتاعي تربيع قسمة 9 في 10 أس 9، يطلع رقم 9.6 في 10 أس سالب 6، يعني الكيو 9.6 في 10 أس سالب 6 كولوم، 10 سالب 6 اللي هي المايكرو، يعني هتبقى 9.6 مايكرو كولوم. في هذا الجزء بيكلمني عن موضع الاتزان أو الإيكيليبريم بوزيشن، وطبعا موضع الاتزان ده يكون بين مين؟ يكون بين الشحنات المتشابهة، لو موجب وموجب بينهم أو سالب وسالب يكون موضع الاتزان بينهم، وأقرب للشحنة الأقل مقدارا ده موضع الاتزان. موضع الاتزان يكون خارج الشحنات المختلفة، شحنة موجب وسالب هيبقى براهم، ناحية الشحنة الأقل مقدارا. موضع الاتزان كنا بنجيبه بقانونين، قانون جذر كيو واحد على ار واحد يساوي جذر كيو اتنين على ار اتنين، وكان في قانون اللي هو موضع الاتزان بيساوي جذر الشحنة الاولى في مكان الشحنة التانية زائد جذر الشحنة التانية في مكان الشحنة الاولى قسمة جذر الشحنة الاولى زائد أو ناقص جذر الشحنة التانية، وبيطلع لي إجابتين، واحدة تبقى مقبولة والتانية تبقى مرفوضة بناء على هذا الكلام. وأنا بقول بسرعة لأن أنت مفروض خلاص أنت بكرة الامتحان، يعني فأكيد مذاكر 100% يعني، بس بنعمل ريفريشمنت للمعلومات. المثال اللي قالك عليه اللي هو الإكزامبل 1.3، معلش بقى هو بالإنجليزي وهنقوله برضه بالعربي، إحنا بنقرأ كده. بيقول لي إن أنا عندي تو تشارجز، بارتيكل تشارج رقم واحد اللي انت شايفها هنا اللي عند x بتساوي صفر، وتشارج رقم 2 عند x بتساوي كذا. التشارج الاولى هي التشارج كيو بتاعتها بتساوي، خلي الشحنة هنا كده كيو بتساوي 0.15 مايكرو كولوم، وموجودة باينة قوي عند x تساوي صفر، يعني اخليها واضحة x واحد بتساوي صفر. والشحنة التانية 0.35 اهي كيو 2 0.35 مايكرو كولوم، هاي كيو 1 وهاي عند 0.40، اكس 2 بتساوي 0.40 متر. أين يجب؟ Where should a third charge particle، شحنة تالتة، أين يجب أن يكون هناك مكان لشحنة تالتة؟ We placed to be at equilibrium point، يعني فين المكان اللي أحط فيه شحنة تالتة ما تتأثرش بأي قوة خالص. بالمناسبة موضع الاتزان ده موجود عندك في الشابتر الأول والتاني والتالت، لما يقول لك F نت تساوي صفر ده موضع اتزان، لما يقول لك E نت تساوي صفر ده موضع الاتزان، لما يقول لك أدنى جهد ده موضع اتزان اللي هو الايه المينيمم بوتنشال. طب عندي شحنة موجب وموجب، هاي موجب وهذه موجب، أين يكون موضع الاتزان بينهما؟ طبعا أقرب للشحنة الأقل 0.15 أقل، يبقى موضع الاتزان هنا أهو عند حتة اسمها X، المسافة ده موضع الاتزان،
موضع الاتزان اللي هو الإيكوليبريم بوينت، المسافة من هنا لهنا دي اسمها R1، هتساوي X اليمين ناقص اليسار صفر، X ناقص صفر يعني R1 بتساوي X. طب والمسافة من الشحنة رقم 2 لموضع الاتزان اسمه R2 يساوي اليمين 0.4 ناقص اليسار اللي هو اسمه X. نعوض في القانون بتاعنا، جذر Q1 على R1 تساوي جذر Q2 على R2. جذر Q1 0.15، R1 اللي هي اسمها X مجهول تساوي جذر Q2 0.35. واحنا مش لازم نحول، مش لازم تحول، عشان لو حولت معامل التحويل هيتشال اصلا، على R2 اللي هي 0.4 ناقص X. ساعات الناس اللي بتيجي تعمل شيفت صلب الآلة ما بترضاش تطلع الناتج وتهنج، اعمل ضرب تقاطعي بسط لها الدنيا شوية. يعني ايه ضرب تقاطعي؟ هنضرب هدف هذا وهدف هذا، يلا نعمل ضرب تقاطعي X في هذا الرقم، يعني X جذر 0.35 يساوي هذا الجذر مضروب هنا وهنا، 0.4 في جذر 0.15 ناقص إكس مضروبة في هذا الجذر. طبعا عن تجربة لو عوضت بهذه القيمة في الآلة بيطلع لك الإجابة، أو ودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة واعمل العمليات الرياضية اللي أنت عايزه. تعال نجربها مع بعض كده وأعرف الناس إزاي موضوع شيفت سولف ده. هذا مجهول أهوت، بتقول له ألفا إكس جذر 0.35، اطلع بره الجذر، ألفا علامة اللي يساوي الحمرة ديت، بعد كده 0.4 جذر 0.15 اطلع بره، ناقص ألفا إكس جذر 0.15، دوس شيفت هذه كالك أو سولف ديت ودوس يساوي، يطلع إن إكس عند 0.158، يبقى ده موضع الاتزان. طبعا هنا كان معوض بالمتر يبقى دي بالمتر. أتمنى أكون قدمت لك حاجة مفيدة واستفدت منها. إن شاء الله أسعى جاهدا وبكل قوة أكمل لكم الهيكل، وسامحوني تاني للتقصير بس والله غصب عني. السلام عليكم ورحمة الله.